السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم حمد القرشي في هذه القناة، قناة الراو ستوريز. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. وقبل ما نبدأ من هذا الشيء كامل، بحلول عيد الأضحى المبارك السعيد، بغيت نهنئكم بهذا العيد وإن شاء الله يدخل عليكم بالصحة والهنا وكاع داكشي اللي كتتمناوه إن شاء الله بالفرح والسرور، وإن شاء الله يجعل هذا العيد مبارك على الجميع، الأمة الإسلامية جمعاء. فقبل ما نبدأ بالقصة ديالنا من سلسلة عظمة القرآن في محاربة السحر والجان، هاد السلسلة غادي تلقاوها في البلاي ليست. إلا ما شاهدتوش الأجزاء اللي من قبل، فراه ممكن أنكم ترجعوا تشوفوا الأجزاء اللي من قبل باش تفهموا القصة كيفاش بدأت. هاد القصة هذه خصوصا هاد القصة غادي تكون خاصة من واحد الناحية، أنها قصة جد مؤثرة بالنسبة للأمين، وبسببها غادي يشرح لنا كيفاش دخل مجال الرقية الشرعية، وغادي نفهموا الأسباب من خلال مشاهدتنا لهذه القصة أو الاستماع لهذه القصة. فواحد الطلب غادي نقول لكم قبل ما نبدأ هذه القصة، وما باش ما غاديش نطول عليكم أكثر. الجزء الأول غادي نرويه لكم بصوتي، لكن الجزء الثاني كنطلبوا مني أمين أنه هو اللي يقوم بالسرد دياله، بحكم الأحاسيس اللي غادي تكون في هذه القصة هذه، وهذه القصة بالخصوص عندها أثر كبير بالنسبة ليه. فبلا ما تحكروا على الصوت ولا كيفاش الطريقة أنه غادي يروي لنا، هو ماشي المجال ديالو هذا، غير هو طلبني غير هاد القصة باش هو يعني يرويها بصوته، وبحاجة أخرى أنه هو اللي عاش هاد القصة بغى يوصلها لكم بقلبه. فكنستسمح أن غير هاد القصة هذه اللي غادي تكون يعني ماشي بصوتي، فبلا ما نكتروا يعني بالتعليق اللي يعني تقول لا ما نسمع لهاش، لا أنا ما بغيت بصوتك، ولا يعني هاد شي كامل كنقدروا، كنقدر المحبة ديالكم وكنقدركم أنكم تبغوا القصص بصوتي، فهذه يعني حاجة خاصة يعني غادي يوصلها لكم بصوته. ففي الآخر انت على فيديو غادي تفهموا يعني الميساج دياله، غادي نخليه لكم لتحت باش تسمعوه يعني في نهاية الفيديو. واحد التوضيح كيقولوا امين بالنسبه للناس اللي ما كيتيقوش القصص ديالو او ما متيقينش هادشي اللي كيقولوا، فامين كيقسم وكيقول انها حقيقيه 100%. فهادشي اللي كاين، خليونا ندخلوا في القصه. المكان مدينه سلا. نوع القصه جلسة رقية وقصة واقعية مع الجن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد خويا أحمد، شكرا على المبادرة الجميلة ديالك. وهذه القصة اللي غادي نحكي لك كانت أول تجربة لي في مجال الرقية. كنت طرف مساعد للشيخ ديالي بدار القرآن حفظه الله، هو رجل طيب والذي له الفضل بعد الله عز وجل في اقتحام هذا المجال، مجال الرقية الشرعية، خصوصا وأنا كنكره السحر وأتباعهم، ولأنها أول حالة غادي نحضر لها مع الشيخ متعلقة بإنسان عزيز عليا بزاف، واللي هي الخالة ديالي الصغيرة في خوالاتي، فيها خالتي وأختي، بحكم أن الوالدة جابتها لهدنا من كازا مسقط الرأس ديالي، وفين عايشين جداتي وجدي الله يرحمه، جابتها وكملت قرايتها عند نفسها منذ ثالث إعدادي إلى أن بلغت السنة الثانية في الكلية الحقوق. عاشت تما بيناتنا أنا وخوتي، كنا متفاهمين وباقين متفاهمين أنا وياها، حتى سهل عليها الله وتزوجات وسافرت مع الزوج ديالها اللي بالحكم العمل ديالو كإطار كبير في الأملاك المخزينية، كان كثير التنقل من مدينة لمدينة، حتى استقر بهم الحال في مدينة قنيطرة. الكبير في ولادها من مواليد 1997، هو قد خويا الصغير ودابا عايش في الديار الإنجليزية، بالإضافة إلى زوجة الوليدات آخرين. وبحكم أنني عزيز عليهم وعلى رجلها، كنت أعز واحد عندها، وبيناتنا علاقة ود وتقدير. غادي نرجع للقصة وهي مربط الفرس. كنت عايشة بخير والحمد لله، هي تزوجات من بعد قصة حب وعندها مع رجلها وولادها علاقة جد وطيدة، وبحكم أن عندها دار كبيرة كانت كتكري لتحت للناس، ولكن الناس طوب وحجر، كاين الجار الصالح وكاين الطالح، وهنايا فين غادي تبدا القصة. كرات لواحد الجارة ديالها متزوجة، خالتي شعبية وكتعامل جيرانها بحال خواتاتها، وهاد الجارة كانت عايشة مع رجلها كذلك، كانوا مزيانين، إلا في لحظات بداو المشاكل ما بين الجارة والزوج ديالها. الأم ديال هاد السيدة امرأة ضعيفة الإيمان كما كانت كتحكي خالتي،
واحد النهار خالتي هبطت لتحت وهي كتسيق الدروج، بانت لها شي حاجه كحله لاصقه في الحيط ومرشوشه. خالتي على نيتها بدات كتمسح داكشي اللي مرشوش على اساس انها كتنظف الوسخ، ولكن ما عرفاتش باللي هذاك سحر كان مرشوش. وللاسف وهنا غادي تبدا تحس بالاعراض وغادي تغير التصرفات ديالها. ولات المسكينه كتطيح وكتغوت، كتخاصم مع رجلها على اتفه الاسباب، هذاك الراجل اللي تزوجاته عن حب، تضرب ولادها وكتبكي بكاء هستيري. وهنا تاكدت بان داكشي اللي فيها ماشي طبيعي، وهي بحكم انها كانت قاريه ومثقفه، خدمت في المقاطعه كموظفه، كانت كتناقش مع الزملاء ديالها في العمل على اتفه الاسباب. وهنا رجلها عرف باللي عندها شي حاجه، هو ظن ان المساله عندها علاقه بالطب النفسي، وداكشي اللي كان اداها عند طبيب نفساني وبقات متبع معاه ودارت الشبكه وعطاها الدوايات. ولكن المساله ما كانش عندها علاقه بالطب النفسي، بل كانت روحي، الدواء كان كيهدنها فقط وكيخليها تنعس. ولكن نفس النقاشات على اتفه الاسباب هم اللي كتناقش وكتغوت كتطيح وكتسخف. وفي الليله من الليالي كان كيخرج ليها راجل كبير وهي فايقه، لحيته بيضاء، تزعزعات وتخلعات وما حساتش بيه، حتى ضربها بالجهد وغبر، ما بقى ليه اثر، غوتات بالجهد اللي عندها، اتفقوا ولادها وراجلها. من بعد ما هدنوها وهي تقول لهم خرج عليا خرجوا عليا، هما خافوا عليها وخرجوا خلاوها. ومنين فاقت في الصباح لقات رجليها كلهم زرقين بالعصا، بقات كتعاني المسكينه وكتغوت وكتطيح وكتسب في راجلها وكتجري على ولادها، والحال مازال كيتأزم. جا ولدها الكبير من الديار الانجليزيه، وبحكم انه كان مغرب فرحه الام كانت كتكون كبيره، ولكن للاسف قابلته خالتي بنفور وصراخ، والمسكين هو بكى وحاول يهرب من الدار وكيسحب ليه ماما تبدلات عليه، حتى صبروا بابا وهنا يعاود ليه كل شيء وبالتفصيل. الولد تصدم وتفاجأ وعرف باللي ماما زارت طبيب نفساني لكن بدون نتيجة. قال ليهم ما اتصلتوش بأمين، هنا كان كيتكلم عليا، وهو يهز التليفون وعيط ليا. الو خويا أمين، جاوبت وقلت له الو خويا الحبيب، على سلامتك. الله يسلمك، كي دايره خالتي وعمتي وخوتي؟ جاوبت وقلت له الحمد لله بخير، كي دايره اختي وباباك وخوتك؟ وهو يجاوبني بأسف، جاوبني وقال ما كاين ما نخبي عليك اخويا امين، ماما راها مريضه وقيل راها مسحوره، غير كطيح وكتخوت وما حاملهانيش، لا انا لا بابا ولا خوتي. وهنا يبدا كيبكي المسكين بكاء هستيري، وقال لي ملي كطيح كتقول لي هنا جيبوا لي امين، جيبوا لي خويا امين، راني توحشتو. وهنا يعاود لي كل شيء بالتفصيل. انا هنا ما نكذبش عليكم تصدمت، شديت فراسي والدنيا دارت بيا، خالتي اللي فيها اختي اعز وحده في خوالاتي كتعاني، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كانت سباب. زدت حقدت على الوضع وكرهت دوك الصحراء، وما كرهتش نعرف شكون هاد الشيطان ولا الشيطان اليوم قبل غدا نقجو تيخرج لي عينيه. جاوبت وقلت له انت دابا الراجل ديال الدار، غير صبر وقل باباك يصبر ويدوزها ليا الا كانت مزيانه. وهداك الشيء اللي كان، هدرت مع خالتي وصبرتها وقلت ليها بداي صلاتك واضبي عليها ان شاء الله. وفعلا ولات كتصلي وصونيت عليها في الفجر وقاومات، رغم ان دوك اعداء الله كانوا كيمنعوها، وكتحس بصلاتها ثقيله. والغد ليه ملي مشات للخدمه بدات كتقرا الاذكار وكتسمع سوره البقره. هنايا في لحظه طاحت وبدات كتغوت، جابوها للدار واتصلت بيا، حكات ليا كل شيء اللي وقع ليها. وهنايا قلت ليها ضروري تجي لعندنا لسلا، ان شاء الله غادي ننسق حصص ديال الرقيه مع الشيخ ديال الراقي المتمكن، وغادي يدير معاك برنامج وانا معاك، كلام الله هو الحل ان شاء الله، وفيه شفاء ورحمه. طمأنات وعزمات باش تجي عندنا هي وراجلها وولادنا، عندنا سلا بالسبت والاحد بحكم العمل ديال راجلها وديالها، وخاصها ضروري تشافى باذن الله. وهنا يا خوتي غادي تبدا اول تجربه ديالي في الرقيه مع الشيخ ديالي حفظه الله. خويا حماده انتظر الجزء الثاني اللي فيه غادي نحكي لك تفاصيل جلسات الرقيه مع برنامج العلاج الرباني بالقران والادعيه، وكيفاش غادي يوفقنا الله لاخراج الجني وهو الشافي سبحانه. الى حين ذلك انا متشوق نكمل القصه،
لأنها متعلقة بإنسانة كنحبها كثيرا وعندها معزة كبيرة في قلبي. وهذا الطلب اللي غادي نطلبه منك خويا حمادة هو أن هذا الجزء بالخصوص حبيت نعاود نحكي لكم بصوتي، لأن فيها كمية المشاعر الكبيرة لهذا الإنسانة، حتى إلا كتبت وعبرت ما غاديش نقدر نوصف لكم داك الإحساس إذا ما عودتوش أنا بنفسي. وكنتمنى أنك تفهمني في هذه النقطة. من بعد إن شاء الله كل القصص غادي نكون مكتوبهم لك وانت اللي غادي ترويهم بصوتك. شكرا لكم على التفاهم ديالكم. كان معكم أمين. السلام عليكم خويا حمد، كي داير بخير؟ هانيك شي مزيان مرتاح؟ الله يحفظك. بغيت نطلب منك واحد الطلب، إذا كان ممكن الجزء الثاني ديال هذه القصة ديال الخالة ديالي نعاودو بصوتي، إذا كان ممكن. نقول لك علاش، إن هذه القصة كتعني لي الشيء الكثير. ثاني نقطة، هذه راه تغير مجرى الحياة ديالي وغتخليني نقتحم مجرى الرقية، لأن داك الشيء اللي عانته خالتي أثر فيا بزاف بحكم العلاقة الوطيدة بيناتنا. ثالث نقطة، إذا حكيتو بصوتي يعني غادي نعاود التفاصيل المملة بحكم أنني عشتهم بنفسي، يعني عشتهم بنفسي مني كان معايا الراقي الشيخ رضاه الله، ومن انتقلت للقنيطرة جلست معاه واحد الأسبوع أنا والزوجة ديالي، عشت المعاناة ديالها عن قرب. قبل ما نجي أنا وياها عاوتاني نسلو نكملو الحصة الأخيرة اللي غادي نتوفقوا فيها إن شاء الله عز وجل باش يخرجيني. إذا كان ممكن ما كانش نحكيها لك سردا، نحكيها لك زعما كتابة. هذه القصة الوحيدة اللي غتعاود فوكال، لأن بغيت نحكي لكم داكشي بالتفصيل ونعطي بعض النصائح للناس اللي كيعانيو من المس شفاهم الله وعافاهم، وميم طون نعيش التجربة بنفسيتي باش نفرغ داكشي اللي داخل، لان اللي كنتفكر هذاك الشيء كاثر فيه بزاف. علاش؟ لان خالتي كتعني لي الشيء الكثير وداكشي اللي دوزاتو ماشي قليل. غير هاد القصه فقط، اما القصص الاخرى غنحكيهم لك كتابه كما العاده. هذا الجزء الثاني فقط. النقطه الثانيه اخويا حمد، رغم انني مريت بمجموعه من التجارب ديال الرقيه، بحال نسيب، بحال صاحب الزوجه، بحال الزوجه ديال الصديق ديالي، لازم تشيخ مجموعه من الحصص، كانوا مؤثرين وبقاو فيا دوك الناس صراحه كاملين، ولكن هادو كنحكيهم كتابه. هذه بالضبط علاش، لانها الخاله ديالي. بغيت نفرغ داك الشيء اخويا حماده، نبين للسحره بان كيدهم ضعيف وبان لا يفلح الساحر حيث اتى. وفي هذه القصه داك الجيل اللي فيها غادي يقول شي كلام ليا انايا، غينطق بلسانها ليا انايا، زاد حمسني وزاد عطاني واحد القوه باذن الله عز وجل باش نستمر في هذا المجال. السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف ما سمعتوا كان هذا هو الطلب ديال الاخ امين، أن في الجزء الثاني غادي يحكي لنا هو بصوته كيف ما كيقول أن هذه القصة كتأثر فيه بزاف، لأنها كتخص واحد الإنسان عزيز عليه بزاف. فهذا الشيء اللي كاين أخوتي. أما بالنسبة للقصص القادمة إن شاء الله كلها غادي تكون بصوتي. فهذا الشيء اللي كاين، عيد مبارك سعيد. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نتلقاو غدا إن شاء الله مع الجزء الثاني. سلام.